النهارده بنتكلم على بعض الادويه الممنوعه لمرضى انيميا الفول، زي ما قلنا انه باستمرار بيظهر جديد. فانا دلوقتي لازم اما الدكتور يكون بيعالج الطفل لازم اقول له طريقه الاغذيه اللي بياخدها الطفل والادويه اللي بياخدها عشان يكون حريص، لان قد يكون عنده لستة اكثر تحديثا من هذا الكلام. الحقيقه انه لو جينا نتكلم على الادويه الممنوعه لمرضى انيميا الفول، في الاول هنقول على بعض انواع المضادات الحيويه. للاسف مع بعض انواع المضادات الحيويه اللي بتحلل الخلايا الدم الحمراء في حاله انيميا الفول، اول حاجه ادويه السلفونامايد والسلفونيت زي الفيروسيمايد والسلفاميزوكسازول، الكينولونات او الكينولونز. الحقيقه دي مجموعه كبيره من الادويه اللي احنا بنتناولها، او الفلوروكينولانات زي سيبروفلوكساسين وليفوفلوكساسين، النيتروفيورانتين برضه دي من الحاجات المهمه جدا، والدبسون. نمره 2 الاسبرين، غالبا ما يستخدم الاسبرين لتسكين الالم والالتهاب او الوقايه من امراض القلب، ولكن لسوء الحظ لا ينبغي لمرضى انيميا الفول ان يتناولوا الاسبرين حيث انه يؤدي لبعض المضاعفات الخطيره. نمره 3 مضادات الملاريا، بتؤدي ان العديد من مضادات الملاريا بتؤدي لتفاقم مرضى انيميا الفول، وذلك من خلال انحلال الدم وتدمير خلايا الدم الحمراء بشكل اسرع. من ابرز هذه الامثله الكلوروكين والميفلوكين والكينيدين والكينين. لذلك يجب اخبار الطبيب قبل ان يصف مضادات الملاريا للقيام ببعض الفحوصات والتحقق من سلامه الدواء على المريض. وقلنا لازم يا جماعه تكون صراحه مع الطبيب، ايه الاغذيه اللي بناخدها وايه الادويه اللي بناخدها. نمره 4 ادويه علاج السرطان، بيستخدم الراسبوريكيز لعلاج متلازمه تحلل الورم، ولا يمكن استخدامه لمرضى انيميا الفول حيث انه يؤدي لنقص خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك قد يكون امن الاستخدام لدى بعض الاشخاص، ولكن مع الحرص على استشاره الطبيب اولا لمناقشه الفوائد والمخاطر. نمره 5 ادويه اخرى زي ديكلوفينيك صوديوم والكوتروميكسازول والفينازوبيريدين. وفي بعض النصائح بقى حول الادويه، بالنسبه للادويه المسموح بها لمرضى انيميا الفول اولا والادويه الممنوعه. اولا يجب استشاره الطبيب للحصول على التعليمات وقائمات الادويه والاشياء الاخرى التي قد تؤدي لتفاقم انيميا الفول واعراضها. نمره 2 يجب ان يمكن ان يحتاج بعض مرضى انيميا الفول المصابين بفقر الدم شديد لعلاج في المستشفى للحصول على الاكسجين والسوائل، تجنب استخدام الحنه والمنتول والميسيلين الازرق حيث ان جميع هذه الامور تؤدي لتفاقم اعراض انيميا الفول. بينصح لمرضى انيميا الفول باتباع نظام غذائي واسلوب حياه مناسب وتجنب الاطعمه والمحفزات غير مناسبه وزياده تناول الاطعمه الغنيه بفيتامين د وتجنب فيتامين سي. مع السلامه.